بعد الضغط الكبير الذي مارسه حقوقيون ونشطاء مدنيون وسياسيون على الحكومات المتعاقبة من أجل مراجعة عقوبة استهلاك المخدرات التي يعتبرونها قاسية، استجابت وزارة العدل أخيراً باقتراح مشروع قانون جديد يخفف من عقوبة تعاطي المخدرات خاصة لدى فئة الشباب، ويستبدل بعض عقوبات السجن بالخدمة التطوعية للصالح العام. في القانون الحالي القاضي لا يملك أي سلطة تقديرية، أي سلطة تقديرية لتكييف العقوبة، لوضع عقوبة للتصرف في حدتها وصرامتها. خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القضائية بتونس قدرت نسبة المتعاطين للمواد المخدرة ب 30% من فئة الشباب المراهقين، وأمام العقوبات المشددة التي يفرضها قانون مكافحة المخدرات في تونس، فقد قدرت نسبة الشبان المسجونين بتهمة تعاطي المخدرات لأول مرة ب 8000 شاب إلى غاية أواخر السنة الماضية. ولذلك عبر عدد من المحامين المدافعين عن بعض متعاطي المخدرات عن ارتياحهم لمشروع القانون الجديد. نشوفوا معناها أن الدول التي وقع تنقيح القوانين فيها وأعطت أكثر، معناها اتجهت نحو الوقاية أكثر، عدد المستهلكين وعدد المساجين كان ينقص. ارتياح بعض الحقوقيين بمشروع القانون الجديد قوبل بتخوف بعض النشطاء المحافظين الذين يتخوفون من أن يؤدي تخفيف عقوبات تعاطي المخدرات إلى التشجيع على تداولها. اليوم نرقاو إلى العديد من الشبان ونرقاو إلى العديد من الناس وتلامذة وطلبة وشبان، معناها يقع إيقافه من أجل الاستهلاك. الجدل حول مشروع القانون الجديد لتعاطي المخدرات لم يقتصر على الأوساط الحقوقية والسياسية فحسب، بل امتد إلى الشارع التونسي، لا سيما لدى فئة الشباب الأكثر تضرراً من القانون الحالي. مشروع القانون الجديد المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات أصبح حديث فئة واسعة من الشباب في تونس، بين مرحب بتخفيف العقوبات وبين منبه إلى خطورة الإجراءات الجديدة. أنا ضد القانون هذا لأنه التخفيف من العقوبة يساعد الشباب على مزيد تعاطي في المخدرات. يعني يراعيوا شوية ظروف معناتها ايتيديون، سيرتو ايتيديون، احنا بنسبة كبيرة من الايتيديونات يتكيفوا يستعملوا، فهمني؟ الجدل الواسع الذي أحدثه مشروع القانون الجديد لن يمنع وفق المراقبين من المصادقة عليه في البرلمان نظرا لإجماع الأطراف السياسية الكبرى حول جدواه. من العاصمة التونسية، توفيق العياشي، الحرة.